المهم الحمد لله خدنا الثلاثيه، ولكن كان في مشكله تقريبا في مركز رقم 8 او رقم 6، في مشكله في نص الملعب تقريبا على مدار التاريخ في علاقتهم بالنادي الاهلي. انا مش عارف ايه المشكله دي. طلعنا من الكابتن حسني عبد ربه اللي كان بيحلم ان هو يلعب في النادي الاهلي للكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن مجدي عبد الغني كان له تصريحات كتيره جدا وقت التعاقد مع بيتسو موسيماني، وكان بيتكلم عن فكره بقى اختيار جنوب افريقيا وما شابه. طب لما النادي الاهلي يا كابتن مجدي حقق دوري ابطال افريقيا وحقق الكاس، كان كلامك ايه؟ هل كلامك اتغير وبدات تورينا ان فعلا انت كنت بتنتقد بموضوعيه وبمنطق لصالح النادي الاهلي، ولا انت واخد خط كده مش هترجع عنه؟ نشوف الفيديو بتاع الكابتن مجدي عبد الغني ملك نص الملعب. النادي الاهلي للاسف يعني احنا عايزين برضه نبقى بصراحه. النادي الاهلي في مباراه الزمالك كان الزمالك هو الافضل طول، لكن النادي الاهلي هو اللي عرف يخلص اللقاء وعرف يكسب اللقاء، وعشان كده حصل على بطوله افريقيا. نفس القصه برضو دلوقتي، يعني المفروض ان امكانيات النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي اقوى كتير من لعيبه طلائع الجيش، لكن انا شايف ان طلائع الجيش من اول اللقاء ند جامد جدا للنادي الاهلي، بيحاول يضيع فرص، له مجموعه فرص يعني ثلاث اربع فرص ممكن انه كان يحرز منهم اهداف. النادي الاهلي طبعا الخط الهجوم بتاعه عنده مشكله في خط الدفاع وعنده مشكله في خط الهجوم. في خط الدفاع قدر طلائع الجيش انه يخترقه اكثر من مره، وكان ممكن انه يجيب هدف في الشوط الاول وبرده في الشوط الثاني. خط الهجوم مش عارف يخلص اللقاء، مش عارف يجيب جول واثنين عشان ينهي اللقاء ويقدر ان هو يحرز كاس مصر ويحقق الثلاثيه اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتمناها، واللي لم تحدث اعتقد من سنه 82. يعني احنا اخر جيل خدنا دوري وكاس وكاس افريقيا. كابتن مجدي عبد الغني بيتكلم عن امكانيات النادي الاهلي اللي بتفوق طلائع الجيش، وده امر لا خلاف عليه، لكن مش حاطط في اعتباره ان طلائع الجيش تخطى بيراميدز في دور الثمانيه بامكانيات بيراميدز التسويقيه العاليه جدا اللي كابتن مجدي عبد الغني كان بيشيد بيها في يوم من الايام، ثم تخطى نادي الزمالك وصيف دوري الابطال ووصيف الدوري للنادي الاهلي بثلاثيه في مرمى نادي الزمالك في الدور نصف النهائي، فبالتالي فريق في مباراه كاس لازم الفريق يحترم. الاهم كمان احنا نتكلم طبعا عن التحليل والارقام، لكن الكابتن مجدي يقول لك ضيع ثلاث اربع فرص في الشوط الاول، واللقاء ده كان قبل ركلات الترجيح او قبل الوقت الاضافي مع الاستاذه لميس. الحقيقه ان اول فرصه او اول كوره محاوله لفريق طلائع الجيش اون تارجت على النادي الاهلي كانت بعد الدقيقه 60، يعني في خلال 60 دقيقه ساعه لعب هي محاوله واحده فقط لغير، لكن ده مش موضوعنا. لكن كمان يا كابتن مجدي تغلط في معلومات وتتلاشى او تتجاهل او تتناسى انجاز 2005 2006 و2006 2007 وتقول ان الثلاثيه دي ما اتحققتش الا سنه 1982. بالمناسبه سنه 1982 النادي الاهلي ما حققش ثلاثيه، والثلاثيه الوحيده اللي اتحققت في الثمانينات ما كانتش دوري ابطال افريقيا زي ما هنستعرض على الشاشه، كانت بطوله ابطال الكؤوس، ابطال الكؤوس والدوري وكاس مصر زي ما حضراتكم شايفين بالظبط 84 85. لكن الثلاثيه اللي اتحققت بالفعل هي كانت في ابطال دوري كانت 2005 2006 و2006 و2007، وفي بعض اللبس عند بعض جماهير النادي الاهلي. نظام بطوله دوري ابطال افريقيا كان بيخلص في شهر اما نوفمبر او ديسمبر، فكان الترتيب تحقيق البطولات كان بيبقى دوري ابطال افريقيا ثم الموسم يكمل فتاخد دوري وكاس، وده اللي حصل في الفوز على النجم الساحلي واللي حصل في الفوز على الصفاقس التونسي، لان بعض الناس يا فارس بتتكلم عن فكره احنا اتغلبنا من النجم الساحلي فازاي حاطين 2006 2007 ومباراه النجم الساحلي داخل موسم 2007 2008 بالظبط. بس بعيدا بقى عن المعلومات اللي وضحناها وارقام يعني لا الارقام لا تكذب، ولكن كابتن مجدي عبد الغني مش عارف يفرح، ده احساسي والله العظيم. انت مش عارف تفرح، مش عارف تفرح مع النادي الاهلي، مش عارف تفرح زي الاهلاويه. اللي بيحصل مع النادي الاهلي مش موجود، واي حد بيتابع كره على مستوى العالم مفيش فريق بيبقى واخد الشامبيونز ليج بتاعه القاره بتاعته وبيتم انتقاده وبيبقى عنده مباراه في الكاس. على فكره انا لو النادي الاهلي بره فريق اوروبي وخد دوري ابطال اوروبا وعنده مباراه في الكاس وقرر يلعبها بالبدلاء كان شيء على فكره مفهوم جدا وكان شيء وارد جدا، وفرق كتير جدا بتتعامل مع الكاس معامله مختلفه جدا وهي بطوله المفاجآت،
ولكن احنا عندنا الاعتبارات دي مش موجوده. انت كسبت وزي ما احمد قال فريق طلع بيراميدز وفريق طلع الزمالك، لا نيجي عندك انت ولازم هنقف. انت ازاي رغم القيمه دي انت ازاي بتخسر وموسيماني كابتن مجدي عبد الغني من الفيديو اللي جاي؟ هو ده بقى النقطه، هنفهم الكلام اللي كلمكم فيه احمد خلفيته اصلا ايه، ان في تربص. نطلع ونشوف الفيديو مع استاذه لميس ونطلع نعقب. يعني ما زلت متحفظ على موسيماني وعلى ادائه. انا النادي الاهلي لو خد بطوله، لو خد الدوري العام هو واخده من قبل موسيماني يجي، لو النادي الاهلي خد بطوله افريقيا وطبعا التوفيق كان لصالح النادي الاهلي اكتر من نادي الزمالك. نادي الزمالك ضيع وكان هو المتسيد، ولكن النادي الاهلي هو اللي خلص اللقاء برجل قفشه. انما والنهارده برضو المفروض ان بيلاعب فريق طلاع الجيش، برضو النادي الاهلي قيمه لاعبي النادي الاهلي تساوي اضعاف 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 قيمه لاعبي طلاع الجيش. بس لكن برافو طلاع الجيش، لعب مباراه كويسه، خرج بيراميدز، خرج الزمالك، عنده لعيبه. انا شايفه سمير يعني لا احمد سمير عامل ماتش كويس قوي. لا بصراحه يعني فريق طلاع الجيش كله النهارده نجوم، كله نجوم الحقيقه. الجون بتاعهم بسام، لا طبعا عندهم برضه بسام شال كوره يعني انفرادين، يعني بسام بصراحه لا هم عاملين شغل هايل وحيوا عليه. نعم. بامكانيات ضعيفه، بامكانيات اقل من امكانيات طبعا النادي الاهلي. الغريب ان استاذه لميس اللي هي المفروض مش كرويه، ورغم ان على فكره ذهنها كان حاضر جدا في المداخله دي، ردت عليه باللي احنا قلناه تلقائي فيما يخص بيراميدز وفيما يخص نادي الزمالك. اما فيما يخص موسيماني، الدوري هو جاي والنادي الاهلي واخده، دوري ابطال افريقيا اخده بالحظ، كان ما كانش فيه نص نهائي قدام الوداد فاز فيه على الوداد على ملعبه اللي ما خسرش من 4 سنين وبمجموع المباراتين بخماسيه. انسى، ما فيش وداد وما فيش تجهيز وما فيش تحضير نفسي وما فيش كل ده، مدرب ما جاش عمل حاجه، خد لقطه الزمالك اللي هنتكلم فيها في حاجات بعد كده وقف عندها. الكاس طلع الجيش كان احسن منك، وفي قلب المداخله هي بيقول ان حارس فريق الطلائع بيشيل انفرادات ونجم المباراه لانه شال انفرادات. القصه واضحه جدا يا كابتن مجدي، والله العظيم انت ما عايز تفرح ومش عارف تفرح، انت باصص على الشيء السلبي بس. ويا جماعه ما فيش كده في العالم، مفيش مدرب بيكون لسه بادئ مع الفريق وما عملش حتى بري سيزون واحد. موسيماني ما عملش موسم تحضيري واحد، ما اختارش صفقات، ما عملش فتره اعداد، وبيتم توجيه النقد ده ليه؟ وبيتم طول الوقت شايف السلبي بس في موسيماني. بص، انت في الاهلي بتكسب بيتم انتقادك، بتخسر بيتم انتقادك، يعني حاجه. طيب المباراه نفسها يا احمد اللي هو بيتكلم عليها، هنروح لمباراه الطلائع اللي انا حسيت ان مثلا الطلائع احنا نجينا من الخساره ب6-7-0 مثلا. نشوف الاحصائيه بتاعت المباراه، الاستحواذ 65% للاهلي لصالح 35% الطلائع. لازم نحط في اعتبارنا دوافع نفسيه، واخد بطوله افريقيا، طبيعي اللعيبه تبقى مريحه نسبيا، لاعب ماتش زياده اللي هو بتاع الزمالك في ملحمه وضغوط رهيبه جدا. بنتكلم على المحاولات، عامل 17 محاوله على مرمى طلائع، مش اون تارجت بس عموما وصلت ب 17 مقابل 7، الاون تارجت 5 مقابل الاثنين، الاكسبكتد جولز الاهداف المتوقعه وفقا لسيناريو الهجمات كان احتماليه دخولها المرمى كنت تقدر تسجل هدفين .59، ده بيتحسب كمتوسط، في مقابل الطلائع ما وصلش الهدف واحد. يعني انت بتتكلم، لو اي حد هيذاكر ستاتس مش شايف المباراه هيقول لا الفريق ده في ظل الدوافع دي محقق نتيجه جيده جدا، قدرت تاخد الكاس. لازم في الفتره دي لو انا قلبي على النادي الاهلي، مش ما اقولش سلبيات، بس في فرق ما بين اجي اقول النادي الاهلي جاي من مباراه، النادي الاهلي واخد بطوله كويس ان قدرنا نشحن الدوافع، نادي الطلائع طلع فرق وعمل مفاجات كويس انه ما عملهاش معاك، بس احسن عندنا ده سلبي ممكن يتصلح. انما بقول المدرب الدوري جه واخده، دوري ابطال افريقيا خده بالحظ قصاد الطلائع كان هيخسر، يا جماعه ده مش تقييم يا كابتن بنك دي، والله العظيم لا بنهاجمك ولا بنسيء ليك، بس مش معقوله التقطيع في النادي الاهلي حتى في عز لحظه الانتصار. امال لو لا قدر الله حصل حاجه كنت هتعمل ايه؟ هو بص، الفكره كلها ان الكابتن مجدي عبد الغني قارن بين انتصار النادي الاهلي وانتصاره لرايه الشخصي السابق
في بيتسو موسيماني واختيار بيتسو موسيماني. عشان نفهم الكلام ده نسمع الفيديو ده وقت اختيار النادي الاهلي لبيتسو موسيماني مدير فني، عشان نفهم ليه الكابتن مجدي عبد الغني مصر على انتقاد النادي الاهلي حتى والنادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. انا دي وجهه نظري. يعني انا شايف النادي الاهلي ده اكبر بالنسبه لي انا طبعا انا عارفه ده كبير جدا جدا جدا. والله دي تجربه فيها ريسك، اوعى تقول لي انها مضمونه، مفيش تجربه في الدنيا مضمونه. اي قرار اداري يا كابتن الله ينور عليك ليه الريسك بتاعه يعني. يبقى عايز بقى لو التجربه دي نجحت هنضرب تعظيم سلام ونقول احنا عم غلطانين. بس ما انا بقول لك بقى ما اسمعش ان هو سخن اسمه ان انت غلطان. واحده واحده مش تحليلك للموقف في الوقت ده غلط يا عم الحاج. احنا اتعودنا ان اتربينا على كده اني لما نغلط نقول احنا معلش اسفين نتاسف تمام تاخد بالك. انما حتى لو اللي بتاسف اللي اصغر مني ده مش عيب صحيح، ده دي الشجاعه ودي القوه. انت واخد بالك. انما ما يبقاش في عند المساله مش عند المساله فاروق مساله. انا دي وجهه نظري النادي الاهلي اكبر من ان لازم كاتيجري معين يجي يضرب النادي الاهلي. وجهه نظرك في الوقت ده كابتن مجدي برغم انها ما كانتش مبنيه على بعض الموضوعيه، ولكن في النهايه هي وجهه نظرك. ولكن انت قلت في الفيديو ده نقط مهمه جدا، ان الشجاعه واللي اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي اتعلمته في النادي الاهلي، وان انت لو استشعرت ان وجهه نظرك دي غلط لازم كنت تطلع تعتذر. ده كلامك. الحقيقه اللي انت بتعمله في موقف المداخلات اللي احنا جايبينها وبعد انتصار النادي الاهلي والكلام عن فكره موسيماني هو عشان انت مش عاوز تعتذر عن وجهه نظرك الخاطئه يا كابتن مجدي. زي ما قلنا بالظبط ان انت كنت ضد مانويل جوزيه، جبنا جوزيه صنع تاريخ. ضد موسيماني، جبنا موسيماني بيصنع تاريخ في 8 ايام. ودي مش بدايه، مش حكم على مدير فني بالنجاح او الفشل، ولكن في النهايه على الاقل لما يكون مدير فني محقق بطولتين وبطولتين منهم دوري ابطال افريقيا على الاقل النقد يستنى عليه شويه عشان نعرف الدنيا يعني نبدا ننتقد امتى. نستنى خساره، نستنى نشوف. القصه كلها ان بيتسو موسيماني لعب 10 ماتشات يا كابتن مجدي. ممكن نستعرض نتائج ال 10 ماتشات على الشاشه عشان نوضح هو النقد ده جاي منين. 10 مباريات، فوز 9، هم فوز 8 وتعادل طلائع الجيش اللي احنا فوزنا فيه ببطوله كاس مصر اعتبرناه فوز، لكن هو بيسمى تعادل. ففي النهايه على الاقل في 8 فوز و2 تعادل. سجل الفريق 21 هدف واستقبل 6 اهداف. دي ارقام بتقول ان في بشاير خير للمدير الفني. يعني اجل انتقادك لما تلاقي فيه بعض السلبيات على المدير الفني، لكن هي الفكره كلها الكابتن مجدي رافض يعتذر لانه هيبقى الموضوع صعب عليه جدا ان كان رايه خاطئ امام راي لجنه الكره في النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي والمغامره او الريسك اللي خده مجلس اداره النادي الاهلي. وفي النهايه يفوز بالملذات كل مغامره. النادي الاهلي فاز بالملذات ويا لها من لذه دوري ابطال افريقيا. يا احمد والله انا ما عايزه يعتذر، بس زق بقى مركب النادي الاهلي اللي بتمشي، كون جزء من الفرح زي ما قلنا. يا سيدي افرح، افرح زي جمهور النادي الاهلي كله. وما بنقولش ما فيش سلبيات، بس مستحيل الهدم ده. وبنيجي بنلاقي نفس الشخص اللي بيقول ان هو اهلاوي وحضرتك هتطلع تقول بنقول انك مش اهلاوي. لا، النادي الاهلي بالفعل مش القصه ان انا انتميت للنادي الاهلي ولا لعبت كام سنه يا كابتن مجدي. واحنا القصه مش كل حد بالظبط، تاريخ حضرتك كلاعب محفوظ، ومش كل حد يهاجم، اصل دول لجان، اصل دول بيحركوا، اصل دول اقعد راجع حضرتك. هل في حد بيعمل كده في نادي وبلا اي مبرر والراجل ما اديتوش الكريدت بتاع الحاجه اللي انت كنت بتنتقده عليها؟ اتمنى يا كابتن مجدي للمره المليار حضرتك تراجع نفسك، لان تاريخ حضرتك يستدعي منك انت مش منا احنا ان انت تحافظ عليه. والله مش ان احنا اللي نحافظ لك عليه. هو الكابتن مجدي فارس ردد ما يقوله اعلام المنافس، ويعني وقع بالنص في فخ اعلام المنافس بالظبط. وبما اننا بنتكلم عن اعلام المنافس